الله غانم، العملية طيبة وكانت جدا سهلة، وما شاء الله تبارك الرحمن النتائج كانت طيبة ومرضية جدا. يعني صراحة مش عارف أقول إيه للدكتور. ما شاء الله عليه very يعني detailed likes to go into details of we're very happy so far. الحمد لله أنا كنت أول مرة ضايق من الثدي ما الثدي والبطن، الحمد لله عملت عندي الطوارئ والحمد لله بقيت خدمة مرة كويسة وعملية النتيجة مرة كانت غير متوقعة صراحة. ورد عيلة الدكتور الغاني ما جاته فيه. احنا كنا جينا عملنا عملية شفط دهون من البطن والأجناب. صحيح. احكي لنا كده على التجربة ورأيك فيها وانطباعك ايه؟ والله شوف ما توقعت النتيجة، خاصة ان عندي انا دهون داخلية. عندي دهون داخلية. هو بصراحة يعطيك ألف عافية، النتيجة أكثر من كنت متوقعة، وحتى الآلام معاه بصراحة ما في أي ألم، ما أبي أقول الكلام هذا مجاملة، لا والله من قلب من قلب. ما شاء الله الله يسلمك، يعطيك العافيه، والطاقم الطبي كل شغال. احسن حاجه في العمليه عنده ان انا شعري باين طبيعي، معظم اصدقائي اللي عملوا حتى في اماكن كتير بتبقى باين عندهم باين شويه ان هو زرع، حتى في اصدقائي كتير زرعوا في تركيا وبتاع، انت فاهم، وانا كنت بفضل ان انا اروح تركيا، بس انا لما جيت هنا صراحه غيرت رايي. وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، وخاصه مع الدكتور وائل واستشاري جراحه التجميل، انا عامله عنده عمليه زراعه شعر. عملتي زراعة للجبهة؟ أيوة عملت زراعة للجبهة. حسيتي بإيه وقتها؟ احكي لي كده عن تفاصيل العملية. أنا كنت متخوفة جدا، ولكن الدكتور كان يعني ألطف مما كنت أتوقعه، والطاقم كانوا متعاونين جدا، وكانت العملية سهلة، ويعني ما كنتش متوقعة إن النتائج هتكون كده جميلة جدا.